سبحان الله، في ناس كل ما تقربت منهم أبعدوك، وكل ما شريتهم باعوك، وكل ما راعيت إحساسهم للأسف جرحوك، وكل ما عليت من شانهم واحتقروك. هالناس ما راح يقدرون قيمتك إلا إذا خسروك فعلا. يخسرونك أنت، لكن أنت ربحت شيء وايد كبير، وهالشيء وهو نفسك. اعتز بنفسك، اهتم بنفسك أكثر، لأنك أنت الربحان الوحيد إذا ربحت نفسك.